والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية، ونعود مرة أخرى إلى رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا ريهام، شكرا سهر. شديدنا توقعات الأجواء غدا، نتابعها وإياكم في هذه النشرة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على الخيرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية، وأيضا شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 17، السرة فيها 11، الجو هناك بارد. الإسكندرية 17، 11، مطروح 18، 12، بورسعيد 18، 12، أما الإسماعيلية العظمى فيها 19 والصغرى 10، أما محافظة السويس العظمى فيها 19، الصغرى 10، العريش 18، 10، طابة 17، 11، شرم الشيخ 21، 13، أما الغردقة العظمى فيها 21 والصغرى 11، محافظة الأقصر العظمى فيها 20، الصغرى فيها 8 درجات، أسوان 21، 9، الوادي الجديد 21، 6، شلاتين 24، 14، أما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 15. لأن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.